يقول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: كل تحد هو فرصة، فرصة للتعلم وفرصة لاختبار قدراتنا ومعارفنا. وفي دبي تعلمنا دروس مهمة من التحديات التي واجهتنا على مدار السنوات الماضية في مسيرتنا نحو التميز، الذي أسهم في تحقيق هيئة كهرباء مياه دبي نسبة 95% في مؤشر السعادة لعام 2018 للجهات الحكومية الكبيرة في دبي، فنحن جزء من حكومة هدفها تحقيق سعادة للناس.